ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيئ شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. من تساوي ما ذكر كله، تساوي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، تساوي الجميع. تقول يعجبني من حضر كأنك قلت الذي حضر، يعجبني من حضرت كأنك قلت التي حضرت، يعجبني من حضر كأنك قلت يعجب اللذان حضر، يعجبني من حضرت كأنك قلت اللتان، يعجب الذين حضروا واللاتي حضرن. من تساوي ما ذكر، ولكنها للعالم، تكون للعالم. واضح؟ العاقل. وما مثله ما كذلك تساوي ما ذكر، لكنها لغير العاقل. تقول يعجبني ما اشتريته، قلم. يعجبني ما اشتريتها ساعة، يعجبني ما اشتريتهما ساعتان أو قلما، يعجبني ما اشتريتهن، غير عاقل. ما اشتريتهن جمال على سبيل المثال، ما اشتريتهن، ولا تقول ما اشتريتهم، لأن هم لا تكون للعاقل وما لغير العاقل. همن وما وكذلك تقول جاء الضارب، ما الذي ضرب، جاءت الضاربة، ما التي ضربت. لاحظ أن ال كما هي، لكن الصلة توضح المراد. جاء الضاربان اللذان ضربا، جاءت الضاربتان اللتان ضربتا، جاء الضاربون جاء الضاربات. إذن التساوي الجميع. وهكذا ذو عند طيين، ذو عند قبيلة طيين، كذلك موصول مشترك. تقول جاء الرجل ذو سافر، والمرأة ذو سافرت، والرجال ذو سافروا، والرجلان ذو سافر، والنساء ذو سافرن. واضح؟ وهكذا عند طيين شهر. سمع من كلامه لا، وذو في السماء عرشه، أي والذي في السماء عرشه. وكالتي أضل لديهم ذاته، كذلك التي مثلها عندهم ذاته. تقول مررت بذات سافرت، لديهم يعني عند طي، يقولون مررت بذات سافرت، أي التي سافرت. والأرجح بناءه على الضم، وقد تعرب إعراب جمع السالم. تقول مررت بذات سافرت، ورأيت ذات سافرت، وجاءت ذات سافرت، ترفعها بضمة وتجرها وتنصبها بالكسرة. وموضع اللاتي أتى ذوات، كذلك قالوا في اللاتي ذوات رحمك الله. تقول مررت بالنساء ذوات سافرنا، وجاءت النساء ذوات سافرنا، كذلك. وإعرابها الراجح أن يكون بناء على الضم، وقد تعرب إعراب جمع السالم، ترفع بضمة وتكسر مطلقا. قال جمعتها من أينوق مواريقي ذوات ينهضن بغير سائقي، أي اللاتي. قال رحمه الله نعم. ومثل ماذا بعد كذلك ذا تكون اسما موصولا مشتركا بشرطين، أن تقع بعد من أو بعد ما. والشرط الثاني لا تغاء في الكلام، وإلغاؤها أن تقدرها مع ما كلمة واحدة أو مع من كلمة واحدة. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه إما بالجواب عليها أو بالإبدال منها. قال ابن الصريم ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو، إعرابها ماذا كلها اسم واحد، وهي اسم استفهام مبني في موضع نصب، وينفقون فعل وفاعله، جاء الجواب عليها العفو. من هذا أن ماذا كلها كلمة واحدة محلها نصب ينفقون. لكن هناك قراءة أخرى تقول ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو بالرفع. عرفنا أن ما لا إعراب ولا لا إعراب، إعرابها كما هي. ما اسم استفهام مبني في موضع رفع مبتدأ، ولا اسم موصول مبني في موضع رفع خبر. بدأ أنه قال العفو، عندما جاء جواب مرفوع عرفنا أن ما مرفوعا، فهي كلمة مستقلة ولا كلمة مستقلة. قال تعالى وقيل لن تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وقيل لن تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ماذا كلها اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به، وأنزل ربكم فعل وفاعله. كيف عرفنا أن كلمة واحدة؟ جاء الجواب عليها منصوبة. ويا قيل ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بالرفع. ما اسم استفهام مبني في مضارع مبتدا، وذا اسم موصول مبني في مضارع خبر، وأنزل ربكم فعل فاعل. قال أساطير الأولين، عرفنا أن ما موضعها رفع، وإلا لم يرتفع جوابها. قال الآخر ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب، أبدل منها مرفوعا، عرفنا أن موضعها رفع. هذا نقول مثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم يغب الكلام. والكوفي يجيز وقوع أسماء الإشارة
يزدق أسماء موصولة. قالوا من ذلك قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك. قال وما التي بيمينك؟ عدس مال عباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طليق. قال معناه والذي تحملين لا عندهم اسم موصول. قالوا هذا سبقته سبقه هذا التنبيه ولا يسبق إلا أسماء الإشارة. قالوا ومع ذلك نعرفها اسم موصولة. أنا قوله قوله لم أسمعك. وكلها يلزم كل الموصولات الإسمية يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة يسمى العائد بعدها ولا بعدها. وكلها يلزم بعده بعده كلها يلزم بعده صلة. تقول جاء الذي أبوه عاقل جاءت التي أبوها عاقل كل هذا صلة. كأنك سألت وقلت له ما الصلة؟ قال وجملة أو شبهها لا يوصل به لا يوصل به جملة أو شبهها. والجملة اسمية أو فعلية وشبهها الظرف والجار والمجرور أو الوصف الصريح في هذا الباب يقال الوصف الصريح. فتقول جاء الذي أنا مداري جاء الذي في الدار شبه جملة. وتقول جاء الضارب الوصف الصريح في هذا الباب يشار إليه بأنه شبه جملة. أنا قوله وكلها يلزم بعد وجملة أو شبهها الذي وصل به كمان عندي شبه جملة الذي ابنه جملة كوفي. من بين الأسماء الموصولة صلتها وصف صريح وصف لم ينسلق عن الوصفية فيلتحق بالأسماء. تقول جاء الضارب جاء المضروب والسقف المرفوع والبحر المسجور وصف صريح لغير تفضيل. أما الوصف الذي ينسلق عن الوصفية وصار اسما الحق بالأسماء لا يقع صلة لأل كالراكب والصاحب والأبطح والأجرع صفات سلخت إذا نطقت بها لا تقدر جريانها على موصوف. إذا قلت جاء الراكب كان قلت جاء شخص على جمل ويرجع الحاكم كان قلت جاء زيد صاحب الحاكم. أرها؟ أنا أقول وصفة صريحة صلة وكونها بمعرف لما أسمعك لغير تفضيل لا يكون الأفعال التفضيل أفعال التفضيل لا يقع صلة. لا تقول جاء الأكرم أرها؟ ونازع بعضهم في الصفة المشبهة. نعم ماذا بقى؟ قد تأتي معرفة بالفعل وهو الفعل المضارع كقولهم الحمار ليجدع الحمار ليجدع جاءت صلة ول فعلا معربا وهي الفعل المضارع. قال ما أنت بالحكم ترضى حكومته ترضى. وجاءت جملة اسمية نادرا من القوم الرسول الله منهم رسول الله من جملة اسمية مثل الخبر. جاءت ظرفا من لا يزال شاكرا على المعه فهو حليم بعيشة ناسعة. أنا قوله وكونها بمعرض الأفعال قل